لو أن الناس عملوا بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لانقطعت الخلافات والمشاجرات ولحفظت الحقوق لأهله. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه سعدت الحياة وطابت وأمن الناس. تحب لأخيك ما تحب لنفسك في العقيدة، فتحب أن يعتقد العقيدة الصحيحة ترشده إليها. تحب لأخيك ما تحب لنفسك في مسألة التوحيد فتدله على التوحيد الخالص وتحذره مما يناقضه. تحب لأخيك المحافظة على الصلوات فتدله على ذلك وتحثه عليه. تحب لأخيك ما تحب لنفسك فيما يتعلق بكل خير ديني ثم بكل خير دنيوي. تحب لأخيك أن يكون مستور الحال، أن يكون غنيا، أن يكون سعيدا، أن يكون فرحا، أن يكون مسرورا، أن يكون سالما من الأذى، أن يكون نعم على خير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر ليس بسهل. الحديث يحفظه أكثر الناس، ليس بسهل العمل به، ليس بسهل، ليس بسهل بين طلبة العلم فضلا عن غيرهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا صعب صعب، إلا من يسره الله عز وجل عليه فيما يتعلق بطلبة العلم فضلا عن غيره. كيف بغيره؟ فلا يحقق هذا فلا يحقق العمل بهذا الحديث إلا من كمل إيمانه، ومن حقق هذا الحديث يا إخوان تخلص من أمراض القلوب. لو أن المؤمن أحب لأخيه ما يحب نفسه، هل سيبقى في قلبه غل أو حسد؟ ما سيبقى، لأنه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه تماما. وهذا الحديث ليس خاصا بالمؤمن مع المؤمن، إنما المؤمن مع زوجته هي أولى من غيره. تبدأ بزوجتك، تحب لها ما تحب لنفسك، تحب أن تكون صالحة وأن تكون سعيدة وأن تكون على خير وأن تكون على علم وأن تكون على عبادة. وأولادك وأبيك وأمك وأقاربك وهكذا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. لو أن الناس عملوا بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لانقطعت الخلافات والمشاجرات ولحفظت الحقوق